وسهلا فيكم بأكلتنا الجديدة صباح فتوش معكم. اليوم رح نسوي اليوم مع بعض أكلة النمورة. أنا الحقيقة أكلات الحلو قليلة عندي بالصفحة، فاليوم قررت أعملكم نمورة بمناسبة شهر رمضان والناس بتحب الحلو كتير، فقلت رح أسوي شغلة سهلة وسريعة. فمشان هالأكلة أنا بحاجة ل كيلو نص كيلو اللي بتحبوه انتو للحشوة قشطة. انا عملتها على ايدي وموجودة عندي بالصفحة، اللي بده يساويها ممكن يفوت عليها ويشوفها ويساويها بعد ما يشتري حاضر، واللي بده يشتري حاضر ممكن يجيبه. لفتين انا جايبتهم كمان حاضرين، ورق الاوزي او الكولاج اسمه، او ورق البقلاوة يعني اللي بتحبوه يعني انتو. شوية زبدة كمان مشان الدهن. عاملة 3 كاسات انا قطر كمان لأشوف الحاجة قديش رح احطهم، يعني ما ضروري تحطون كلهم لنشوف بعدين. ومشان رش على الوش، الحقيقة ما عندي انا فستق حلبي، عنا شوية الامور صعبة بهالبلد، دائما بدي وصي من برا ولا حتى يجيني فستق حلبي ني. طبعا احنا عنا محمص بس الني ما موجود عنا، موصي على كل حال حيبعتوا لنا. على كل حال ما راح يوقف الانسان دائما عند شغله معينه. في عندي لوز مبشور فرح ارشه على الوش يعني مشان الزينه. هلا راح ارجيكم شغله سهله وسريعه، راح ارجيكم شو بتصير. هاي اول شيء سيخت السمنه وعم بدها الصينيه اللي بدي احط عليها مثل ما كنتم شايفين بهالطريقه هي. بدهنا اول شيء كلها بالسمنه مشان افرد العجينه عليها. هي هلا العجينه عم بفردها جاهزه، جايبتها لاشوف قياسها، والله قياسها صغير على الصينيه ما مشكله، رح احطها انا هيك ها بالنص، يعني ما ضروري تكون قد الصينيه. هلا حطيناها هيك، هلا بدهن هاي كمان رح ادهنها سمنه، ما ضروري اذا ما بدكم تدهنوها ما ضروري تدهنوها. هي لانه هي هلا هي الورق تبعها كله جاي مدهون، هذا جاي مدهون بالسمنه جاهزه الورقات، هي جايبينها جديد حديثه يعني، والا بدنا نفتح كنا طبقه طبقه وندهنها بالسمنه، فهي ما بدها. بس انا هي هلا رح ادهنها شوي قبل ما احط القشطه هيك بهالشكل هذا. هلا رح احط القشطه انا لانه بارده. هي بتحطوا انتو بقى الكميه اللي بدكم اياها. هلا رح احط وافرد انا شوي شوي، ما بدي اياها تقيله كثير يعني. هلا هي مثل ما كنتم شايفين بدي افردها هلا على قدها، يعني على قدها الفرد بده يكون. لا شوف هلا اذا بدي احط لها كمان، لانه ما بدي اعبيها كثير الحقيقه انا، مشان الواحد ما تكون ثقيله على بدنه هلا برمضان. خلينا نخفف شويه. هلا مثل ما شايفين مديت القشطه، طبعا قلت لكم انا مثل ما بتحبوا يعني ما ضروري تقلوها كثير. حطيت فيها انا يعني نص كيلو واكثر شويه من نص كيلو، يعني هاي حسب الحقيقه. هلا بقى بفرد الثانيه مثل ما كنتم شايفينها هيك، وبمدها فوقها شايفينها بهالطريقة هي. يا سلام يا سلام يا سلام. هلا هون رح نسكرها هي شوي من هون مشان حط لها هلا السمنة كمان فوقها هلا على الوش قبل ما احطها بالفرن، ورح اشعل الفرن على 180 هلا اول شي سخنه. هلا هيك
وراح ادهنها شغله بسيطه وسهله يعني، وارخص من السوق، وبتعرفوا حالكم شو عم تاكلوا. والله انا الحقيقه مالي متذكره هالاسماء كلها، دائما تلاقيني عم بسأل بنات اختي لك شو اسمها هي الاكله الفلانيه، هي انا مالي متذكرتها هي الاكلات الحقيقه. فالواحد عم يرجع لايام زمان واكلات زمان و... اي والله. طبعا القشطه بلا بتجي وبتساوى بتساوى بلا سكر بلا شي يعني، هلا مشان هيك القطر بعدين بدنا نحطه على الوش. ها يا سلام بالسلم عم تطلع علي بدتي انه قديش في سمن يا مو، انا قديش في سمن خليها لله خليها لله النحف يعني على الاخر. هلا رح اقطعها قبل ما احطها، ها رح نقطعها مثل محلات السوق هيك يعني. ها شايفين بتاخذوا القياس انتو بقى مثل ما بدكم، ها شايفين بهالطريقه هاي، بدها شوي 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 يعني يقطعها الواحد. ايوه هيك ناعمه يعني بهالطريقه هاي شوي شوي. هلا بعد ما خلصت التقطيع بالجهه هذيك، هلا نعمل بالعكس مثل ما كنتوا شايفين، بلشت بقى بعكسها شايفين، بدها مثل ما عم بقول لكم شوي شوي تقطعوها. الاكل بده طولة بال وحنيه ما في حنيه الاكل ما بيطلع طيب، ها يعني مشان تعرفوا وين وهكذا. هاي هلا رح نحطه بالفرن بعد ما سخناه قبل 10 دقائق على 180، وهلا رح احطه بالنص يعني لا فوق ولا تحت، وحاططه على المروحه يعني شاعل من الجهتين. هاي هلا بعد 20 دقيقة طلعتها، وهلا رح احط لها القطر. القطر بارد عملته انا، القطر من امبارح عملته، فهلا بحط لها القطر هلا هيك، هي سخنه والقطر بارد. شايفين منظرها نفشت منيح نفشت، شغله القطر حسب ما بتحبوا انتو يعني، اذا بتحبوها كثير فيها قطر ما بدكم فيها لانه بتغبها. هلا انا عامله 3 كاسات، ما راح طبعا احطهم كله ال3 كاسات. يعني انا نص الكميه بس راح احط، اللي بده بعدين يحط بيحط هو، انا ما راح احط غير هدول نص الكميه اللي عملتها فقط لا غير. هلا رح اخليها تبرد وبعدين برجيكم اياها. هلا مثل ما كنتم شايفين خلصت اكله الحلو تبعنا، الحقيقه طلعت فرجه. انا ما اكلت معي الحقيقه 20 دقيقه بال على 180 حطيته 20 دقيقه اكلت بس بالفرن، وقطر مثل ما قلت لكم يعني حطيت نص الكميه يعني شي كاسه ونص قطر، وكنت تساووه تقيل على فكره يعني مشان تضل تطلع القرمشه هي تبعه يعني كاسه ونص سكر، وبتحطوا 3/4 الكاسه مي بتأدي لهي الكميه اللي حطيتها انا يعني، عرفتوا شلون؟ وما ان شاء الله صحتين وهنا، ومنشوفكم ان شاء الله بالاكله الجايه. يلا الله معكم، مع السلامه. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت.
قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيك بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.